خاوتي رانا حاجه مغربه، رحنا لفرنسا ودينا الطريق اللي خدموه غول. شوف يالله يبارك والله يعطيه الصحه غول اسيدي، دارنا الطريق سرقناه. راك تشوف اخويا، راك تشوف يا شباب بزاف. قال لك خدمه غول هذه، خدمه شابه شابه، بالك جات حتى المطرم تاعو زاد ماشي سقمه مليح والله يا اخي ما شاء الله. شوف منظمه سبحان الله. خدمها يا اخويا يعطيك الصحه غول. هذا هو الطريق الوطني كما نقولوا، طريق شرق غرب، شرق سموه شرق نهب، من المغرب حتى لتونس لا غير. الحدود الحدود راه شوف، من الحداده للحداده كما يقولوا اصحاب. شوف بالمناسبه تونس دي ساعتين. الله يبارك. شوف الله يبارك خوتي، نسلم عليكم فقط تحيه الجميع. ناس غربه وناس ارض الشتات في كل بقاع العالم. شوف اخويا، شوف واش تشوف هنا، واش تشوف طريق مسكمه. حلوه تاكل فيها. لا هذه خوتي طريق احدى الطرق في باريس، في عفرا في فرنسا، طريق سريع. سبحان الله، الناس اللي تخدم بلادهم وتحب بلادهم. شوف الناس كي يخدموا الطرق هذا ويخدموا بلادهم. هذه جزء من المستعمره في فرنسا. سبحان الله. احنا يجوا يداووا هنا، يجوا يقراوا هنا. احنا الرئيس تاعنا يجي هنا يداوي ولادو، يضربوا شويه الحمى يطلع لفرنسا يداوي. والشعب مسكين خبز وما جلاح قال له، لا حول ولا قوة الا بالله. على كل حال احنا كي قلنا فرنسا، هذو الناس المسعولين، المسعولين هذو المفروض يدوا عبرة من فرنسا. فرنسا هما اللي انا قد عندهم السر، فرنسا يداووا في فرنسا، يقراوا في فرنسا، يسرقوا الدراهم يجيبهم فرنسا. يداووا في الانجليز ولا في الالمان ما تغيظكش، يداووا في ارض اللي احتلونه المستعمر. كو غير داروا كيما هما، كو غير خدموا كيما هما. علاش ما يخدموا سبيطار يداوي في الرئيس تاعنا؟ علاش ما عندناش طب؟ كاين طب، الدواء ما كاينش. علاش يروح لفرنسا؟ من المفروض يداوي في بلادو. وما ديرش قال لك انا نموت هنا في الجزائر وما راهش نداوي في فرنسا حتى يعتذروا. الرجال الله يرحم الشهداء، يرحم الشهداء. السلام عليكم خاوتي.